الكيك اليومي البسيط بطريقة روعة. شلونكم هبزات؟ إن شاء الله تكونون كلكم بألف خير. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى توصلكم كل الفيديوهات. استخدم ملعقتين طعام من زيت جوز الهند وملعقتين طعام من الزبد الغير مملح وربع كوب من الزيت. انا خبطت 3 انواع، تقدرون تستخدمون نوع واحد حسب اللي يعجبكم. اذوبهم كلهم سوا واضيف عليهم بيضتين. كبديل للفانيلا راح استخدم برش البرتقال. برش البرتقال او برش الليمون ينطي طعم الكيك كلش طيب، فحاولوا انه تبرشوه ما توصلون للبياض مال البرتقال لان راح ينطي مروره للكيكه. فبرشوا تقريبا يعني برتقاله كامله وبعدها نفس البرتقاله عصروها وضيفوها على الخليط. أضيف كوب وثلاثة أرباع من السكر، تقدرون تضيفون كوب ونص حسب الرغبة. الإضافة هنا راح أضيف نصف علبة جبن كريمي، جبن فيلادلفيا. لازم يكون الجبن فيلادلفيا أو جبن كيري، المهم يكون جبن غير مملح حتى لا ينطي ملوحة للكيكة. هذه الإضافة راح تسوي الكيكة هشة جدا وطيبة ومتية، بس لو عفتوها 3-4 أيام برا ما عليها أي شيء. خلطوها بعدين. راح استخدم هذا الخلاط اليدوي، تقدرون تستخدمون خلاط كهربائي حسب رغبتكم. بعدها راح نضيف كوب حليب سائل ونخلطها سوا. إذا ما عندكم ضيفوا ملعقتين طعام حليب باودر وكوب حليب مي. أضيف كوبين وربع من الطحين الأبيض، ملعقة كوب من القهوة التركية، ربع كوب من الكاكاو الباودر، وملعقتين ونص كوب بيكنج باودر. راح أخلط هذه المواد كلهم سوية وبعدين راح اشوفكم القوام المطلوب لخليط الكيك. هذا هو القوام المطلوب لخليط الكيك، يكون مو كلش خفيف ولا كلش ثخين. راح ادخله للفرن. طبعا راح اشوفكم القوالب اللي انا راح استخدمها، تقدرون تستخدمون واحد قالب كبير تدهنوه بالزبد او ترشون وياه رشه طحين، او تستخدمون قالبين حسب رغبتكم. راح ادخله الفرن على درجه حراره 180 درجه مئويه لمده 45 دقيقه. ما نفتح الفرن نهائيا، نحطه على الرف الوسط. واذا كان الفرن مالتكم بمروحه فتشغلون المروحه، واذا كان ما بمروحه فتشغلون بس النار الجوه، لا تشغلون الفوق نهائيا لانه يخرب الكيك. واللي يريد يحضر الشاي هسه هبزات يلا خلي حضره، واللي يريد القهوة لو البيبسي لو المي شو تريدون حضروا حضروا. الكيك صار جاهز وريحة جوز الهند توصل السابع جار تخبل، والكيكة هشة وطرية. وأتمناكم كلكم ويانا. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى توصلكم كل الفيديوهات، وقبلها سووا لي لايك للفيديو. شكرا لكم، مع السلامة.